الاستغفار والتوبة. الإنسان أكيد كل بني آدم خطاء، كلنا خطائين، يا رب اغفر لنا واستر عيوبنا يا رب. فالواحد في الشهر ده يكثر بقى من الاستغفار، يعني في سورة نوح لما الآية بتقول وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني اللي عايز فلوس حتى كمان يعني دي روشتة كويسة، اقعد بس بقى إيه، بس مش يعني من غير تشبيه، يعني أنت عارفة لما حد تكوني غلطانة في حق حد ولا حاجة فبتقول له بقول لك ايه سامحني سامحني سامحني، هيفتكر انت بتهزري مش كده؟ أيوة يعني طبعا. انت بتتريق عليا واخده بالك؟ فتخيلي بقى اللي بيستغفر ده بيستغفر ولا استغفر؟ لا يعني الا ترجون لله وحده، يعني 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 اقعدي استغفري استغفري مش بس كده، لا يعني الاستغفار يطلع من قلبك من مشاعرك، انك فعلا تحس ان انت مقصره، ان انت عبده سبحان الله خطاءه وعايزين نستغفر، فنقول استغفر الله العظيم، وتحس ان تستغفري لمين وبتتوب من ربنا جل جلاله اللي عارف قلبك وعارف اقرب اليك من حبل الوريد وعارف انت نيتك ايه وعارف ان دخلك ايه وعارف يعلم السر واخفى. فتبتدي حتى في الاستغفار والتوبه، والتوبه دي بقى سبحان الله يعني ربنا جل جلاله، انت متخيله يعني في عباد الرحمن سبحان الله مهما تعملي من مساوئ ولا حاجه لو جيت استغفرت بحق كده وتوبتي الى الله سبحانه وتعالى وحسيتي فعلا ايه اللي كنت بعمله ده، ايه يا رب سامحني استغفر الله العظيم يا رب، وتبقي خجلانه كده وتتوددي كده وتدعي من قلبك، تخيلي كل استغفر الله العظيم الزباله دي اتحولت لحسنات وتحولت لسبحان الله لاجر عظيم. انت متخيل يبدل سيئاتهم حسنات، يعني السيئات دي كلها تخيلها ان بكلمه ايه، بكلمه ان من تطلع من قلبك ان انت تقول استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب. يعني مسكن ربنا في القران فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني سبحان الله واسجد واقترب. السجود يا جماعه والله فرصه للي رجليه مطوعاه كده وركبه مطوعاه قبل ما يعجز زي كده ويكبر، يعني بسجد في النوافل، بسجد قصدي في الفرائض، لكن النوافل بقى اصلي بقى وانا قاعده على كرسي سبحان الله. السجود متعه والله متعه جميله، انك حاسه كده ان انت بترمي حمولك على ربنا، ان انت كده سبحان الله داخله كده في الحصن كده وداخله في المعيه كده وواقعه، يعني ايه انا يا رب تلقاني يا رب بقى، انا ماليش غيرك يا حبيبي يا ربي، وتقولي باي لغه، يعني هم اليابانيين اللي فيهم مسلمين ولا في اي بلد بيتكلم بلغته مش لازم، يعني قولي بس من قلبك، يعني يعني اسجدي كده وحس ان انت خلاص بقى قريبه من ربنا، ده اقرب ما يكون العبد الى الله وهو ساجد. جالك ضائقه، جالك حاجه، جالك هم، بس اصبغي الوضوء كده وتوضي كده وصلي ركعتين، ويا سلام لو كانوا الركعتين بالليل بقى. يعني في ناس كتير بتصحى زي كده عشان عندها سكر تبتدي كده كل ما اصحى اتوضى، يلا ركعتين صلي اقتربي من ربنا، هو اللي بايده مقاليد الامور، هو اللي بايده الفرج، هو اللي بايده النعم، هو الغني مفيش غني تاني ابدا، هو الرزاق سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم. يعني سبحان الله لما كان واحده كده في الايام اللي في اسر بعد في احد الغزوات وشافها سيدنا عمر كده شافت رضيعها شالته كده وخرجت تديها وبترضعه، فسيدنا النبي قال لهم دي تقدر يعني قلبها يطوحها انها ترمي رضيعها دي في النار؟ قالوا لا يمكن، قالوا شوف ربنا بقى سبحانه وتعالى احن علينا من الام على رضيعها دي، انت بس متخيله؟ ما حدش يغره كده ويسيب فيها، بصي يتغر بس يحب ربنا ويسمع كلامه الرجاء والعمل. يعني انا ما هو الايمان كده كده هيسامحني، الايمان كفتين ده بالك ازاي؟ خوف والرجاء. يعني نخاف لان ربنا سبحانه وتعالى ذو القوه المتين، يعني غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، الله ما حدش هيقدر عليك غير هو. يعني وخصوصا الظالم ده والعياذ بالله والعياذ بالله لو يعرف ان ربنا وما ربك بظلام للعبيد، وان ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل الظلم اطلاقا، فلما يعرف ان هيقف قدام مين اللي قادر عليه هيروح فين؟ لما مثلا يجي له الموت هقول له والله ما انا مش ميت؟ لا يعني ما ينفعش، يسارع ساعتها ما ينفعش، يسارع في الخير
الشاطر بقى معاه الله ما فيهاش هزار دي، لا يستقدمون، انت هتموت البعيد هتموت. فبدل ما تموت وتروح بقى والعياذ بالله يعني في الشمال مالناش دعوه بيه يعني، الاهل اليمين ان شاء الله جميعا يا رب. فالحق استغفر استوب، انت رايح تقف قدام ربنا وكل واحد هيجي فرادة، ما حدش يقول ابوه ولا امه ولا بتاعه كلام من ده، ما حدش عارف مين هيشفع لمين.